السلام عليكم، معكم ماما سهام. كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم جميعا في صحة طيبة. اليوم قررت نشارك معكم مشتريات ومنظمات اللي كتسوى فقط 3 درهم. عادي نبدأ معكم الأول بهاد هذا اللي حنا كنحطوه تحت من الطباط اللي كيكونوا سخونين. كاين في الألوان، كاين في هذا اللون هذا اللي شفت أنا، كاين في اللون هذا وكاين في الغوز. خديت أنا هذا اللون، هو زوين، الشكل ديالو كيكون زوين هكذا فوق الطاوله كنستعملوه. كاين ايضا هذا ديال المنظم ديال البيض اللي كيكون في الثلاجه، ايضا كاين فيه الالوان. ها هو كيهز هنايا، عندنا 12 بيضه، ماشي داك الميكا اللي كترطى. ها هي ايضا من الحاجات اللي عجبتني بزاف هو هاد الطويجين هذا اللي اللون ديالو ترونسبارون. عجبني بزاف انا الصراحه. ماشي كاين اللي يبغي يصلحو بحال هكذايا الزبده الزيتون كونفيتور. انا الصراحه الميكا ما كنستعملهاش بزاف في المواد الغذائيه. دونك غادي نوريكم الشكل ديالو، وللاسف لم أرى جيدا لأنه خرج مهرس من هاد الشيء. هادي ماشي مشكل، لأن بحال قلت لكم أنا ما نستعملوش المواد الغذائية. أنا نحط فيه داك لي بيتال دو فلور اللي كيكونوا فيهم الريحة بحال هكذايا، وغادي نحطو. أيضا كاينة هادي ديال اللي كتحمل الورق ديال المائدة ب3 دراهم فقط. الشكل ديالها عجبني بزاف، وايضا تقدروا ديروا هنايا فيها العقيق وداكشي عادي، تعطيكم واحد الشكل اخر. انا على كتافي بها بهذا المنظر هذا، كنحتاجهم بزاف نحطهم فوق الطابله. اذا كاينين هاد الطبيصلات اللي على شكل ورق شجر، كنت خديت منهم قبل هكذايا، خديت تقريبا كنت واخده منهم شي 4، وهكذا كيجيوني انا زوينين هكذايا فوق الطابله. ما كنحطش فيهم طبعا مواد غذائيه، ولكن للتخلص منها بحال دابا قشر الفواكه ولا العظيمات هكذا الا بقى ولا شي حاجه كنحطوه فوق الطابله باش كيتلاحوا بحال هكذايا. خديت منهم كيبقاو الصراحه صحاحين وزوينين بحال هكذا، حتى البغيون ديالهم ما كيبهاتش. خديت ايضا هاد البو هذا، صراحه زوين بزاف، هو ما عيبانش بزاف، هو مكتوب فيه هنايا شنو غلاس. المهم هذا هو الشكل ديالو، هذا زوين بحال دابا كنحطو في الكوافوز ديال بنتي هكذايا، كتحط فيها الحاجات اللي هي كتكون كتستعملها دائما. من ضمن المنظمات كذلك خديت هادو منظمات غزاله، خصوصا النساء اللي كيتشكاو بان المنظمات راه هي غاليه، ولكن هادو ب3 دراهم راهما غزالين، كيتحطوا في المجر، تحطوهم في المجر بحال هكذايا، سواء الجوارب تحطوا فيهم الجوارب، انا كنحطهم فيهم بحال دابا هكذايا، الاقلام ديال الكحول بوحديتها، العكار بحال دابا بوحدو، وايضا ايضا 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 حتى داك لي بوند ديال بنيتات ديالكم وداكشي ديال الشعر ولا لي زاكسيسوار. ها هي شوفوا الشكل ديالهم، نحيد هادو باش يبان مزيان. للاسف انا كنت باغي ناخذ اكثر من هكذا، ولكن لقيتهم تسالا، وهاد اللون هذا بالذات هو اللي تسالا عنده. ها هو صراحه زوينين بزاف، عجبوني. ديت هاد لي تروس هادو زوينين، عرفتي كيداروا في الصاك، ما كتبقاش داكشي متلوف عندك في الصاك تبقى تقلب عليه. ها هما بحال حنا شي راه باقي الورق ديالهم لداخل. هنايا ديروا مثلا السيده اللي كتبغي تخرج بكريم ديال يدين، ولا بتي بارفان، ولا ايضا الماكياج ديالها، ولا حتى هكذايا كيكونوا كيضيعوا لنا داكشي وكيبقى مرولينا في الصاك. صراحه انا ملي لقيتهم، وخصوصا بعد البخي هذا، عجبني الشكل ديالها، ديال هذا الطبعه ديال شانيل، عجبتني هذه في البيج. خديت ايضا هذا في القهوي، وما كيبانش في الكاميرا قهوي، كيبان بحال يدي، كيبان كحل بزاف، ما عرفتش علاش في الكاميرا ديال البورتابل. الو هذا حتى هو في هاد ديال شانيل، زوينين وعمليين، وحتى الجوده ديالهم عجبتني. انا خديته ايضا في الاسود، وخديت هذا
في القهوي وخديته في هاد الباجة هذا، عجبني بزاف. خديت ايضا غادي يبقى هاد المعلقة هادو ديال العود، هما مهمين بزاف لانهم هما كيحافظوا لنا على سواء المقالي اللي كيكونوا طيفلون بحال هكايا ولا ديال الغرانيت ولا شي حاجه. انا كنستعمل هادو بزاف بزاف بزاف، هادو كنستعملهم، هاد المعالق ديال العود كيعجبوني بزاف، ايضا صحيين وبثلاثة دراهم صراحه، الثمن ديالهم ماشي غالي اطلاقا. صافي خديت ايضا هذا الدواز، خديت ايضا هاد الكيس سوا ايضا داير 3 ديال الدراهم، عجبني بحال هكذايا في لو نوار. هو ماشي كيس ديال غيبان لكم هكذا، هو كيس ديال الصابون كيكون حرش زوين، عجبني لان كيتماشى مع الالوان اللي دايره انا في الحمام ديالي. كيس ديال الصابون ماشي كيس ديال الكيس المغربي، هذا كيس ديال الصابون. وكتعجبني هاد النوعيه هذه اللي كتكون حرشه لانها كدير غوماج وكدير ايضا واحد كد لا سيركولاسيون ديال الدم، كتخلصك ايضا من الخلايا الميته اللي كتكون على الجلد ديالنا. لقيت هادو ايضا كتعرفوهم، كنا كنعرفوهم، هادو السلك ديال المعان 3 دراهم، فيهم 4 3 ديال الدرهم. كذلك هاد النوع هذا ديال السلك كذلك ديال المعان فيهم 4 حتى هما 3 دراهم. واخيرا كذلك خديت هاد ديال الكوزينه ديال المعان. كانوا هادو هما المشتريات ديالي بالنسبه للحاجات اللي كتباع 3 دراهم فقط. انا اقتنيت فقط الحاجات اللي هي لازماني من هاد الشكل هذا، ولكن الحاجات اللي موجوده ب 3 دراهم راه لا حصر لها، وحاجات اللي هي فعلا كنحتاجوها في الدار، كاين ميم علاقات ديال الدراري صغار، وكاين لي بو ديال النباتات، وكاين بزاف بزاف ديال الحاجات الصراحه اللي زوينه بزاف. كان هذا هو الفيديو ديالي، كنتمنى يعجبكم. ما تنساوش تضغطوا على زر لايك، واللي ما مشتركش يشترك معنا، كاين الجديد وكاين الحصري ان شاء الله فقط على قناه ماما سيام. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.